هيبقى عندك عنب فوق سطح البيت وهيحوش عنك الحرارة وهتاكل عنب نضيف. وتعالى مع بعض نشوف طريقة التقليم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني في حلقة عنب فوق السطح. ان شاء الله احنا هنتابع مع بعض ازاي نقلم العنب وازاي العنب هيطول معانا وازاي نخلي العنب يكبر باسرع فترة او اسرع وقت ممكن. ومع بعض ان شاء الله هنشوف طريقة التقليم، لان انت مش بتزرع العنب على السطح وبتسيبه، انت لازم انت تتابعه من مية وسماد وازاي تخليه يطول لحد ما يوصل للتكعيبة اللي انت عاملها، ايا كان طولها وايا كان حجمها وايا كان المساحة بتاعتها. ومع بعض هيبقى لنا حلقة في المستقبل ان شاء الله اذا قدر الله لنا عمر، هنعمل ازاي مع بعض التكعيبة الصحيحة وازاي تعمل التكعيبة بتاعة العنب الصحيحة. اول هام يا جماعة، احنا بعد ما زرعنا العنب زي ما قلنا لكم وهسيب لكم الفيديو في الوصف، احنا زرعنا العنب قبل كده مرتين، ومرة كان العنب من غير ورق ومرة العنب كان في ورق. وهنتابع مع بعض دلوقتي العنب بعد ما زرعناه وكبر طلع ورق وازاي احنا هنقلم العنب عشان يدينا معانا طول. وتعالوا مع بعض، يلا بينا يا جماعة نشوف العنب. زي ما انتم شايفين هنقول بسم الله ما شاء الله. طبعا انتم لو تفتكروا العنب ده او الشجرة دي كانت لسه من غير ولا ورقة، من غير ولا ورقة. وطبعا زي ما قلنا لكم وهسيب لكم طريقة الزراعة ازاي في الوصف زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي احنا عشان تدي طول لازم تربط لها او تحط لها خشبة في نص الزرعة كده، ده هيبقى النظام القايم او الدليل اللي هو هيمشي عليها يا جماعة لحد ما يوصل للتكعيبة ان شاء الله. اول هام هنبدأ اللي احنا هنوقع الورق كله ده يا جماعة. هنبدأ مع بعض كده بسم الله اللي احنا هنقص الورق الزيادة ده كله مع بعض كده يا جماعة. بصوا هنقلم كده يا جماعة ايه، عشان كل ما تقلم كل ما الشوشة بتاعت العنباية بتتغذى وبتطول اكتر. طبعا احنا كنا مخليين او كنا مبقيين اتنين عودين بحيث ان العود لو عود نفع والتاني ما نفعش ينفع. دلوقتي العودين بسم الله ما شاء الله نفعوا، لا احنا عاوزين عود واحد بس عشان يشد معانا، هنضطر احنا نقصه من ايه، من تحت كده. يبقى احنا عايزين عود واحد يا جماعة مش عودين عشان تشد معانا. يبقى احنا استغنينا عن عود، والعود التاني اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله هنقلمهم مع بعض عشان يدينا طول اهو يا جماعة. كده احنا هنخلي فيها دوبك كده ايه قيمة 5-6 ورقات من فوق، وهو هيطول مع بعضه وهتقص الزيادة عشان يديك طول. ده هيبقى الاساس بتاعنا يا جماعة، ده هيبقى الجدر الاساس بتاعنا لحد ما يطلع فوق التكعيبة. واحنا مع بعض ان شاء الله هيبقى لنا حلقة مميزة ان شاء الله ازاي تعمل التكعيبة الصحيحة. وهنروح للشجرة التانية. وبصوا يا جماعة، بصوا لما الورق تلاقيه عمل معاك كده، الورق تلاقيه عمل معاك كده بالطريقة دي كده، اعرف ان انت كترت مية، اعرف ان انت كترت مية. لما تلاقي الورق دي بالمعاك كده واعرف انك كترت مية، فانت تحافظ على المية يا جماعة. يعني 4 ايام، كل 5 ايام على حسب ما تلاقي التربة نشفت معاك. هنقلم برضو الورق ده عشان تدينا طول. زي ما انتم شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، دي الشجرة التالتة اللي احنا زرعينها. فبسم الله ما شاء الله برضو هنعوز نقلمها مع بعض. طبعا احنا عاوزين نسيب دليل واحد بحيث ان هو ايه يدي معانا طول. هنبدأ نقص زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. الورق مع بعض ليه؟ لان انت لو سبت العنباية هتفرش من تحت
ومش هتطلع على التكعيبة اللي انت مأسسها او هتأسسها فيما بعد ان شاء الله. احنا هنشيل ده كمان، احنا يلزمنا بس دليل واحد، طبعا الدليل ده قوي، فاحنا هنخلي هنقطع الدليل ده من الجدر كده. يبقى احنا كده قطعنا بتاع الليمون الاخر اللي داخل معانا في الخط. وهنبدا نقلم كده يا جماعه العنب بالطريقه دي. وهنجيب عباره عن اي حاجه يا جماعه ايه ان احنا نربط بيها العنبايه زي ما انتم شايفين كده في الكادر، نمشي عليها دليل عشان تطول لفوق زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. معاكم العنبايه قصينا منها كل ده بحيث ان هي هتطلع فوق على التكعيبه، وهنقص دور اخرى الصغيره دي عشان تنطر طول معانا. كل ما هتقصها كل ما هتنطر طول معاك. وبكده يبقى احنا يا جماعه قصينا العنب كله وقلمنا العنب بالطريقه دهيت. ولو عايز تعمل صينيه محشي ورق عنب اتفضل من على سطحك من تشتريه وببلاش، وحاجه بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انت تسيب دليل معاك كويس بحيث ان هو يطلع معاك فوق ويوصل للتكعيبة، وتدقوا له حتة خشبة وهتن تربط فيها كده، يعني كل مدى هتربط رباط بحيث ان هو يمسك الايه الدليل لحد ما يوصل لفوق خالص. واول ما يوصل فوق هتيجي عامل التكعيبة ان شاء الله. هيبقى هنا فيديو ازاي تعمل التكعيبة بطريقة صحيحة وازاي تعمل المربعات بتاعتها، وان شاء الله ان شاء الله يعني مع بعض هنوريكم وادي طريقة زراعة العنب. وفي ناس طلعت انتقدتنا على راسنا من فوق، ومع بعض كده يا جماعة زي ما انتم شايفين وعلى راسنا الناس اللي انتقدتنا، وقلت لهم لو عندكم معلومة جديدة قولونا عليها واحنا ننفذها. وزي ما قلت لكم ادي زرعنا العنب وادي العنب خير دليل وطالع معانا اهو. ووريتكم الثلاث شجرات اللي انا زرعتهم او الاربعة اللي انا زرعتهم وطلعوا. واهم حاجة البرميل زي ما قلت لكم يكون تحته صفاية زي ما انتم شايفين كده، المية بتتصفى فيها اهو، وتخرم البرميل او تخرقه خرق صغير في نص البرميل. وبكده يا جماعة يبقى انت هتعرف تزرع عنب وهتاكل عنب ان شاء الله من فوق السطح. اهم حاجة تهتم بالتربة بتاعتك زي ما قلت لك، وانا هسيب لكم الفيديو في الوصف. وان شاء الله لو حد عنده اي سؤال عن طريق زراعة العنب او ازاي نزرع عنب على السطح او ازاي نستفاد بزراعة العنب على السطح يسيب لنا في الكومنتات، واحنا ان شاء الله هنجاوبه. ودايما مع بعض بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.